السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتكم الرياضية ولدها. ولكن قبل أن نبدأ هذا الفيديو فنصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا أعزائي المشاهدين، هذا الفيديو وهذا الخبر سيعجب جميع الجزائريين بكل تأكيد، لأن عيسى ماندي يدخل اهتمامات نادي برشلونة، حيث أعزائي المشاهدين ذكرت وسائل إعلامية إسبانية منذ قليل والتي اسمها دون بالون أن اسم اللاعب الدولي الجزائري موجود في القائمة المختصرة لفريق أفسي برشلونة ليحل محل المدافع الفرنسي سامويل أومتيتي في حال مغادرته. يعني إذا راح سامويل أومتيتي من نادي برشلونة راح يجيبه يعني عيسى ماندي ليحل محل هذا اللاعب. وطبعا أعزائي المشاهدين، وصل اللاعب الجزائري الدولي إلى ريال بيتيس إشبيليا في عام 2016، وفاز على العديد من الأندية الكبرى في الدوري الإسباني بفضل موهبته الكبيرة وأيضا إمكانياته في اللعب مع أي نادي في وقت تم الإعلان عنه، يعني أعزائي المشاهدين في أتلتيكو مدريد في تقارير سابقة. وسيكون هذا اللاعب يعني في نادي برشلونة إذا بشر أعزائي المشاهدين إذا غادر أومتيتي من نادي برشلونة. يعني أعزائي المشاهدين، إنها قصة لعبة كرسي. إذا غادر أومتيتي سامويل أومتيتي من نادي برشلونة سيأتي مكانه ويحل محل عيسى ماندي بديلا له في هذا يعني الميركاتو الشتوي، وهذا ما كشفت عنه أعزائي المشاهدين وسائل الإعلام الكتالونية منذ افتتاح نافذة الانتقالات وسوق الانتقالات عفوا الشتوي يوم الأربعاء الماضي. يعني أعزائي المشاهدين، هذه تبقى تقارير فقط، ولكن هذا التقرير بحد ذاته يعني مفرح للجزائريين، ولم أبخل عليكم وأريد أن أشاركه معكم، وأتمنى منكم نشر هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفرحة ككل. وطبعا أعزائي المشاهدين، كما قلت لكم يعني هنالك شرط واحد باه يجي عيسى ماندي إلى نادي برشلونة، لازم واحد يخرج باه يجي عيسى ماندي إلى برشلونة. وحتى فالفيردي جعل هذه الصفقة من أولوياته في حالة رحيل الفرنسي إلى أرسنال. بالإضافة أعزائي المشاهدين إلى أن صفات المدافع يمكن للاعب السابق من ريمس أي عيسى ماندي التكلف مع اللعبة في برشلونة، التكلف في أي مباراة لأنه لديه مستويات كبيرة في اللعب، ويحتوي هذا على فورمة جيدة، هذا اللاعب فورمة جيدة، وأيضا من اللاعبين الكبار في ريال بيتيس، وطبعا قدم مستويات كبيرة في كان 2019، وكانت يعني إدارة نادي برشلونة تراقبه منذ زمن بعيد. طبعا أعزائي المشاهدين، كان هذا الفيديو اليوم، أتمنى أن هذه الصفقة ستتم إن شاء الله في حال مغادرة سامويل أومتيتي، وتبقى هذه فقط تقارير، ولكن أعزائي المشاهدين إن شاء الله تكون هذه الصفقة يعني صحيحة، وإن شاء الله تتم هذه الصفقة بكل روح رياضية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.